بدأت وزارة الإسكان صباح اليوم تسليم شهادات استحقاق أولى دفعات مستحقي مشروع رياض عسكر الإسكاني، وذلك ضمن برنامجها لتوزيع الوحدات السكنية تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3200 وحدة سكنية بما يلبي احتياجات المواطنين في كافة محافظات المملكة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة خولة الجرينيس. في صباح هذا اليوم بدأت وزارة الإسكان تسليم شهادات استحقاق الوحدات الإسكانية على المواطنين في مشروع رياض عسكر، والذي يعد آخر المشاريع التي تضمنتها خطة توزيع 3200 وحدة سكنية إضافية، والتي قامت بتنفيذها وزارة الإسكان في مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة. مشروع عسكر الإسكاني رياض عسكر الإسكاني يتكون من 421 وحدة، بدأ البناء فيها في فبراير 2015. نسبة الإنجاز فيها جدا عالية، وبدأنا أعمال البنية التحتية في شهر نوفمبر من هذا العام، ونتوقع له أن يجهز في فترة إن شاء الله تكون قريبة. مشروع عسكر رياض عسكر الإسكاني هو أحد المشاريع السبعة التي تم توزيعها في إطار برنامج توزيع 3200 وحدة، وبتوزيع شهادات الاستحقاق في هذا المشروع نكون انتهينا من هذه الخطة أو شرفنا على الانتهاء منها في الأسبوع القادم إن شاء الله. التسريع في وتيرة العمل في المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها حاليا في المدن الجديدة بالإضافة إلى المشاريع الأخرى في بقية المحافظات يؤكد على أن وزارة الإسكان ملتزمة ببرنامج عملها، وهو إنشاء 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018. أتقدم بالشكر الجزيل للحكومة الرشيدة على تسريع وثيرة العملية الإسكانية في البحرين، والكل يشهد لها الفترة الأخيرة يعني العمل جاري والتوزيعات تشوفها مستمرة، والحمد لله الكل تشوفها يعني سعيد بهالخطوة الإيجابية. نشكر جهود الوزارة على سرعة تسليمها المشاريع الجديدة الموجودة في البحرين، والحمد لله احنا فرحانين بحصولنا على البيت. خطوات تفرح الصادرة في التسليم ان تسليم سريع يكون، والخطوات طويلة في المشاريع الإسكانية، ونشكر على كل من ساهم في هالمشاريع، وإن شاء الله يكونون خدمة حق هالوطن والمواطن إن شاء الله. استأنسيت يعني وايد، والبيت فرحوا وياي وايد، وما قصروا يعني كله من خيرات الملك ورئيس الوزراء وولي العهد. توزيعات الحمد لله يعني كانت بصورة طيبة، وسرعة إنجاز المشاريع الحمد لله ولله الحمد في ظل القيادة الرشيدة يعني واضحة وملموسة. وحب نشكر القيادة الحكيمة على هذه الإنجازات، والحمد لله يعني مشروع عسكر من ضمن المشاريع الطيبة والموقع الممتاز. فرحة لا توصف، يعني بدنا نحصل بيت إسكان. طبعا تقدم في البداية بالشكر لسيدي سمو ولي العهد وسيدي سمو رئيس الوزراء اللي أمروا بتسريع وتيرة التسليم، وهذه يدل على اهتمامهم بالمواطنين ويدل على متابعتهم لأمور المواطنين، وهذا شيء طيب نشكرهم عليه. إجراءات توزيع شهادات استحقاق وحدات مشروع رياض عسكر للمواطنين تمت بصورة سلسة، ليتوازى العمل فيها مع كافة المشاريع الإسكانية الأخرى على أن يتسلم المواطنون وحداتهم الإسكانية في الفترة المقبلة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.